بكتب على الورقة عم بسأل الرفقة وين حبيبي راح ما صعب الفرقة يا عيوني لا تنامي خليكي سهراني عيشي بأحلامي عفرحة الملقى عم بنطر مكاتب توصلني لو مرة يا خوفي والفي غيب وينساني بالمرة ويتجرح الموال وحالي بأسوأ حال ولما انشغل هالبال قلبي نسي الدقة يا عيوني لا تنامي خليكي سهراني عيشي بأحلامي عفرحة الملقى. يعني على هالملقى وعلى هالصوت الحلو. شكرا. يعني عن جد صباحنا كتير حلو بوجودك. بليز لا تكوني من هدول اللي بهيك بيحققوا نجاح بأول طلقتهم بعدين بيختفوا. يعني كتير بنشوف عالم يمكن بيشاركوا بهاي البرامج بعدين بتلاقيهم طلعوا غنية انشهروا واختفوا هيك قعدوا ما عاد بدي يلا اصطفلوا تذكروني وحبوا هاي الغنية وما بقى بدي غني. لا اكيد انا يعني مشتغلة على اكثر من غنية بس تاركتهم على جنب بالوقت الحالي لحتى احس انه هن بوقت المناسب نزلهم ياخذوا حقهم. ايه فاكيد لا ما رح اقطع ان شاء الله يا رب كل التوفيق لك يعني وتكوني من الناجحين ان كان